يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي ينكر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة هل يعتبر مرتدًا لأنه أنكر ثبوت أمر متواتر؟ هذا كما قلنا لكم في القاعدة، أن من أنكر صفات الله وهو يعلمها فهو كافر، أما الذي ينكر بناءً على تقليد لغيره أو بناءً على تأويل ظنه صحيحًا فهذا ضال وليس بكافر، يضلل، يدرى عنه الكفر بالتأويل أو بالتقليد، أما اللي يتعمد هذا كافر بلا شك. نعم.